ها هم شباب الثورة من أبناء الحجرية تعز، أوقدوا الشعلة وأطلقوا الألعاب احتفاء بالذكرى الخامسة لثورة 11 من فبراير. 11 فبراير بداية مرحلة التغيير، مرحلة النضال الذي تجسد في اجتثاث اليمنيين في مرحلة خطيرة. رفضوا العنف بسلميتهم، لكن نظام المخلوع قابل سلميتهم بالقمع واستخدام الرصاص الحي ومختلف الأسلحة، وهو الحدث الذي مثل تحولا مفصليا في أحداث هذه الثورة. وها هم شباب الثورة بالشمايتين أقاموا مهرجانا خطابيا وفنيا بالذكرى الخامسة لهذه الثورة تحت شعار المقاومة خيار الثورة لإسقاط الانقلاب. ووسط كل هذا يحاول هذا الجمع من شباب الثورة المضي فيما يرونه استكمالا لثورة فبراير وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع التي قادت البلاد نحو هاوية الهلاك والسقوط. خاصة من أوقدوا شعلة هذه الثورة المباركة في 11 من فبراير المباركة وكانوا وقودا لها. وها هي اليوم ميليشيا الانقلاب بعد الإحساس بالتقهقر أمام الإرادة والعزيمة الصلبة التي يحملها هؤلاء الثوار. من مديرية الحجرية جنوب شرق تعز لقناة بلقيس فهمان الطيار.